نتكلم معكم كريستيانو، نسمع مع بعض. يلا نسمع مع بعض، هنرجع نحييك كمان مرة ثانية. يلا فاطمة. كريستيانو، tell us how does it feel to finally be here? Well, for me it's a pleasure to be here. It's an honor. I feel yesterday the welcome that they give to me, to my family, and of course I will give my best for this club, Al Nassr. Thank you, everybody. جميل. وش رايكم بالاصفر على كريستيانو؟ كلام كبير. They're saying Cristiano yellow really suits you well. Cristiano, now that you're finally here, tell us, what do you hope to achieve in Saudi Arabia? Well, what I expect to achieve is to make people happy, to enjoy myself, to help the country to be better and better and better. Not only a football men's, but always the feminine football, which is the people don't know. I know the league is competitive. People, they don't know that, but the league is very competitive. And I want to make people happy. This is my goal. Amazing. Cristiano جالس يقول على الفريق النسائي والبراعم تركي. وانت تترحب فيهم. احنا بس نكون مع بعض
علشان بس اليوم ناخذ بعض التفاصيل من كريستيانو رونالدو. طيب نرحل مع بعض. والله ما الومكم، والله ما الومكم. نرحل مع بعض مع ابطالنا مع كريستيانو، نكون مع بعض ابطالنا جمهور النصر جمهور العالمي. استاذنكم بس تسمحوا لي مع بعض، خلونا نرحب سيداتي سادتي ببعض افراد فريق النصر للسيدات ولاعبي فريق الشباب ومجموعه من براعم النادي من اجل اخذ صوره تذكاريه مع كريستيانو رونالدو. حياكم الله، تفضل. Another women's and youth to pose for a memorable photo with Cristiano. Please join us. يلا نحييهم مع بعض. كانت هذه صورة تذكارية لسيدات النصر، فريق سيدات النصر، وكمان براعم النصر، وكمان شباب النصر، وقبلها التقاء النجم بنجوم فريق النصر. الآن نرحب مع بعض، نرحب مع بعض. أتوقع بنرحب بعد شوية تلفي. كريستيانو بليز. يلا. كريستيانو راح يوضع الكور ويضرب 7 كور اليوم في الملعب. المفروض سويناها خاطر. قول خلينا تنتهي. المفروض بس عاد الشكوى لله. هذه الكورة مقدمة من اللاعب كريستيانو. عدد 7 كور.
جميلة. بلا شك أن الجمهور يستحق هذه الفرحة. اليوم كريستيانو رونالدو هو إضافة كبيرة بلا شك لدورينا، إضافة